السلام عليكم. التلفزيون من يوم ما وصل الوطن العربي ومهمته كانت دائما تطبيل للوطن وقائد الوطن، مش بس التلفزيون وإنما كل وسائل الإعلام، خصوصا وإنه إحنا منعيش في دولة الرجل الواحد حيث كل ما يقوله صحيح ولا ينطق عن الهوى. المهم خلينا بالتلفزيون. التلفزيون من يوم يومه وهو وسيلة للتطبيل لزعيم القائد، وبما أنه هاي وظيفته لازم يكونوا الناس اللي بيشتغلوا بالتلفزيون مهمتهم التطبيل، وإلا ما راح يسترزقوا من هذا المصدر. مشان هيك كل الممثلين كانوا يتغنون دائما بحب الوطن وحب الزعيم القائد الخالد الماجد صاحب الألقاب التي لا تنتهي. وإذا شي حدا منهم مثل في يوم من الأيام أنه معارض أو ضد الزعيم الخالد الماجد فبيكون شغله عبارة عن تمثيل، لأنه ممثل أساسا، يعني هي شغلته. يعني على سبيل المثال دريد لحام حتى لو كان داير على شوية كرامة بمسرحية كاسك يا وطن، الله وكيلك يا أبي، منا أصنع إلا شوية كرامة بس، ما عنده مانع يكون صرماية لهذا الوطن. إذا حفيان أنا صرمايته. وزوير عبد الكريم ما عنده مانع يظل يخطب لنا عن العزة والكرامة ليل نهار بالزير سالم، بس إذا شاف عسكري ما عنده مانع يبص صرمايته. وانطوانة نجيب ما عنده مانع تحط صباط العسكري على راسه. المهم بما أنه قربنا على مهزلة الانتخابات الرئاسية، في شوية ناس زعلانة من الممثلين لأنه بأيدوا بشار الأسد، مع أنه صراحة مواقفهم التشبيحية يعني ظاهرة من زمان، بس في هذا الفيديو خلينا نعمل لمة لهؤلاء الشبيحة مشان بس يسقط بشار الأسد، الله لا يوجه له الخير، نتذكرهم باللعنات مثل ما بنتذكر لحد الآن حافظ الأسد، الله لا يوجه له الخير باللعنات. مجنونك يا بشار، على صباطك نحن غبار، لعيونك من هد الدار، انت الديمقراطية مطرح ما بتمشي وبتدوس، احنا بنرجع لك منبوس، رح نفعصلك كلمة سوس مثل وحوش البرية. في يوم من الأيام كنا نتابع برنامج التلفزيون السوري اللي بتعلي الواحد عال، بس ما كان في إلنا مصدر للتسلية غيره. المهم وبينما نتابع مرض التلفزيون تفاجأنا بمسلسل خارق للعادة، يعني أول مرة بطلع مسلسل بسلي لهذه الدرجة، وهو مسلسل نهاية رجل الشجاع. لا تحزني يا قلب ضلك هني، زوار جينا عالدني والأرض بحر. صراحة ما بذكر تفاصيل المسلسل، بس بدأ ذكر أنه كل الناس كانت تتابعه بشغف. ومع نجاح هذا المسلسل انطلقت الدراما السورية لمجالات أوسع، وهو مبلش أيمن زيدان يلبس الأزياء المختلفة، مرة بكون مناضل ومرة بكون فارس تاريخي ومرة بكون بطل. وأحلى دور عنه صراحة هو مسلسل مدير عام، طبعا الجزء الأول مش الثاني. مدير عام كان عبارة عن مواطن صالح بده يحارب الفساد، بس شو الفساد اللي بده يحاربه يا ترى؟ الفساد اللي كان بده يحاربه أيمن زيدان هو فساد أبو وصفي تبع الحلاوة الحمصية، اللي كان داير أنه يطعمي أولاده أو الزلمة جوعان ومشتهي شي شغلة، وفساد الموظفات اللي بيطبخن بالشركة، وفساد عارف الطويل مدير الشركة الفرعي. أما أعلى من هيك فما كان يقدر يطول، يعني هو بحارب فساد الموظفين الصغار، أما الحرامية الكبار فهذول لا حدا بيقرب عليهم ولا حدا بيقدر يجيب سيرتهم أساسا. المهم أيمن زيدان صرعنا طول المسلسل وهو يحارب الفساد ويحاول إصلاح الشركة، وفي مسلسلات ثانية كمان كان يحاول يصلح بالوزارة وبالدولة وبالمؤسسات كلها، بس يوم تيجي الشغلة لأبو الفساد بشار الأسد، الله لا يوجه له الخير، هون ما في داعي نعمل إشي، وإنما لازم ننتخب بشار الأسد، الله لا يوجه له الخير، خصوصا وإنه الزلمة ثابت من بداية القرن 21 في مشاريع الفساد تبعه، وفي المضي نحو سوريا مدمرة للروس طبعا مش للسوريين. طبعا وجهة نظر السيد أيمن زيدان إنه الزلمة ظلوا 10 سنوات وما هرب من سوريا، يعني ما دامك مجرم عم تذبح الناس وصامد في مكانك فأنت بطل، بس إذا طلعت وفليت بتكون جبان وفاشل. أنا سأدعم من بقي 10 سنوات لم يغادر سوريا، لم يهرب خارج سوريا. وفي مكان ليس بعيد عن السيد أيمن زيدان، وبينما كانت الآنسة روعة ياسين تقوم بدور الزوجة الصالحة أو النقاقة أحيانا للموظف المسؤول، صارت الآنسة تشوف في بشار الأسد، الله لا يوجه له الخير، صمام الأمان لسوريا والسوريين. يعني تخيل هيك بشار الأسد صمام أمان، العمى لو ما هو صمام أمان شو كان بده يعمل فينا؟ صمام أمان هجر 10 ملايين وروح أكثر من 1 مليون شهيد، وغير هيك من المعتقلين اللي ما حدا بيعرف عنهم أي شيء. يعني روعة ياسين كان بدها تجلط لجوزها وتجلط ياسر العظمة يوم كان يدور على غنمات، فمش بعيدة تصرح هيك تصريحات. وحتى مرت المختار سريرة الإقطاع بدها تنتخب بشار الأسد، الله لا يوجه له الخير. يعني المختار كان معه حق يوم كان يسب عليها، ولا بتسرامي
ولي انا كم مره قايل لك وقت اللي بكون مشغول بتديري بالك عبتك وبتنقبري بتشوف فيها وين بتروح وين بتجي. بس انت ما فيك مخ. ولك خاجة تقول ما في مخ ما في مخ. والآن سروبي أو عفوا رنا أبيض بتدعم بشار الأسد. الله لا يوجه له الخير. ومن ضمن المؤيدين لبشار الأسد الله لا يوجه له الخير في حملته الانتخابية السيد جودة. مع أن السيد جودة بعرف أنه الثلم الأعوج من الثور الكبير. سيدي المثل الشعبي بيقول التلم الأعوج من الثور الكبير. سيدي أنا التلم الأعوج بعترف. بس مع ذلك مصر على انتخاب الثور الكبير بشار الأسد. الله لا يوجه له الخير. والزلمة سلانجو مع أنه صرعنا بشعارات الحرية والمساواة والثورة على سبيل الإقطاع المختار، بس يوم تيجي الشغلة لعند الثور الكبير بشار الأسد الله لا يوجه له الخير بيصير ما في داعي نثور على هالزلمة، وإنما لازم نتخبه. وهذا الزلمة أحسن دور عمله يوم كان يغني عربي ولا سريان ريم الفلاح حياتي استاذ نبارح حكا مار. وآخر الحلقة بصير الزلمة مدير عملية التطوير في سوريا، بس الزلمة اعترف لحاله أنه حمار، يعني شو مترجي من واحد حمار؟ أكيد بده يدعم الأسد. وهذا الزلمة خالد القيش كان يلعب دور السفاح، يعني دور النظام تبع الأسد، فمش بعيد عنه يكون مؤيد للأسد. الله لا يوجه له الخير. وأكيد بيكون بعض الممثلين مؤيد للأسد من دون ما يصرحوا، مثل زهير رمضان اللي دائما كان يفتخر أنه راح يكون كلب للسلطة. برا بيتأول أنا زهير رمضان ابن السلطة، زهير رمضان دنب النظام والسلطة، زهير رمضان كلب السلطة، زهير رمضان موظف صغير بالمخابرات السورية إلى آخره، كل هذا الحكي بفتخر فيه. أو دريد لحام صرماية الوطن، إذا حفيان أنا صرمايته. كمان الزلمة أبو ناموسة مصطفى خاني بما أنه كان يشبح للأسد الله لا يوجه له الخير ويغني له، فأكيد كمان راح ينتخبه. هلا والله حي الله سدادة. ومش بعيد عن أبو ناموسة في أعمى البصر والبصيرة كمان السيد الصطيف وحدوه أكيد راح ينتخب الأسد الله لا يوجه له الخير بما أنه بحب تأييد الثورات المنشفية وهيك العفاضي. وبما أنه لازلنا في بيئة باب الحارة أكيد نص شبيحة باب الحارة راح ينتخب الأسد الله لا يوجه له الخير. وعلى رأسهم عميد السياسية عباس النوري أكيد الشبيحة اللي جبنا سيرتهم أول شيء يعني زيار عبد الكريم اللي كان يبوص صرماية العسكري أكيد ما عنده مانع يوصل ماية الأسد الله لا يوجه له الخير. وأكيد بشار إسماعيل اللي كان بده يعطي الحكومة الأصبع تبعه أكيد راح يأيد الأسد. قررت أنا بدي أتبرع بكل أعضائي للشعب إلا عضو واحد بدي أتبرع فيه للحكومة. وأكيد سوزان ورغدة اللي بعدها مشغلات المسننات تبعات مراكز التجميل حتى يحافظن على اشكالهم راح يدعمن الاسد وغيرهم وغيراتهم من شبيحة الفن. المهم صراحة كنت حابب اعمل الفيديو اطول من هيك يعني حتى استقصي مواقف جميع الفنانين الشبيحة، بس هاي التصريحات اللي لقيتها موجودة على الانترنت وشوي منهم حطيتهم اجتهادا لانه اكيد مش راح يشبحوا بالتلفزيون ويوم تجي الانتخابات ما يشبحوا له للاسد الله لا يوجه له الخير. طيب خلينا نوقف الفيديو هون، واذا لقيت كومنت شبيحة ثانية بتشجع الأسد نرجع نعملهم فيديو ثاني. السلام عليكم ورحمة الله. في بلدتنا يذهب ديك يأتي ديك والطغيان هو الطغيان، يسقط حكم ليني يهجم حكم أمريكي والمسحوق هو الإنسان.